السياسيين. دوك يقولوا هاد الناس اش كيديروا؟ كاين اللي فهم كاين اللي باقي ما فهمش. بطبيعة الحال بداو كيفتعلوا مجموعه ديال الامور الى درجه ان تاسفوا لهذا الخمر هذا الاجتماع. رئيس الحكومه السابق ان ينعت وزيرا من الوزراء بحكومه صاحب الجلاله بشكل قبحيه هذا لم يقبله العقل. واش تقاضى واش تقاضى تقاضوا الاشكالات، تقاضوا الخطاب السياسي، تقاضوا الحلول، تقاضوا البدائل. انك تحدث مؤسساتيا، تحدث مؤسساتيا. يكون عندي خلاف كما بغى يكون، لكن مؤسساتيا يجب ان نحترم المؤسسات، لان المؤسسات هي الضامن للاستقرار بكل اشكاله، اجتماعي، استقرار سياسي، ثقافي، الى غير ذلك.